الولاد، السلام عليكم. شوفوا الخلوي اللي رانا فيه، شوفوا الخلوي اللي رانا فيه ولا لا؟ كيما يقول نقاس، شتو ولا لا؟ هلو everybody، هاي جايز، واش تروح دير في لافيل يرحم باباك؟ تخلي هاد المتعة قاع يتيك تروح تكون في البيلاج؟ واش دير بالبيلاج؟ هذا الدوار غير صغير، البلاد راه بعيد عليا حوالي 3 كيلومتر، فيه كلش، فيه الهاراج، فيه. انا بغيت نكون هنا هكذا مع زقزقة العصافير، ما شاء الله يا اخو. هلا خوتي، خوتي ندخلوا في الموضوع. كاين بزاف ناس راهم يبعثوا لي في لي ميساج في الفيسبوك والانستغرام، راهم يقولوا لي خويا خالد انا راح نتزوج بقورية، واش رايك؟ واش تنصحني؟ ما عنديش الكواغط ولقيت قورية ما عنديش الفيزا، مانيش باغي نهبط البلاد، اني باغي نتزوج قورية وندير مع طفل باش نرفد كوارتي، واش تنصح لي؟ انا بزاف ناس نصحتهم، بزاف ناس نصحتهم، قلت لهم غير اختك، اختك دخلها للاسلام وعلمها الاسلام، وكي تشوفها صح دخلت الاسلام وتعلمت الاسلام صح، ويعني حتى ولو طلقت معها ما تخافش عليها، يعني ما تخرجش من الاسلام باسكو طلقت معها، ثم دير معها طفل. ولا راك رايح دير بها طفل دوك دم راه سخون، زعما جات اوكازيو خفت تهرب لك ومنا مش عارف. انا غير خطيك، انايا انا نحكي لكم على التجربه تاعي، انا كشخصيا في 11 سنه هذه اللي عشتها حراق، طاحوا لي بزاف لي زوكازيون باش نتزوج مع قوريات، ورفضت رفض ما امبوسيبل. انايا انا راسي شغل ما بانش كيفاش داير، امبوسيبل نتزوج مع وحده ماهيش مسلمه، ما نقدرش، مع العلم ماهوش حرام الا كانت من اهل الكتاب، بلا ما ندخلوا في الدين وهاد الصوالح هكذا. انايا شخصيا ما حبيش نتزوج مع قوريه، خفت على الاولاد. فوالا هكذا نحكي لكم. عندي صاحبي مسكين دار غلطه حياته، غلطه حياته انه دار طفل مع قوريه، بيان سور مرتو تزوج بها ودار بها طفل ورفد الكواغط وسلكات ودارت له الكواغط ايتو، عامين من بعد ما تفاهموش تفارقوا طلقوا. هي واش دارت بعد ما طلقوا؟ بيان سور رفضت وليدها وراحت تعيش مع باباها ويماها 250 كيلومتر على باري، جيت نورموندي من هي واحد الفيلاج صغير مبحر. السيد قريب هبل، اقسم بالله العلي، اني صايم والله العلي العظيم، غير قريب هبل السيد مسكين. قال لي غلطه حياتي، قال لي غلطه حياتي، قال لي مايش نرقد، قال لي خلاص، قال لي شغل حسيت باللي الارض انفتحت على زوج ودخلت تحت الارض. عطاك باللي واش معناتها وليدك يكبر مع في عائله مسيحيه، مع باباها يماها مسيحيه ماهيش مسلمه، وجدو مو مسيحي، وجدتها وخالتها وعماتها، ويقعدوا في طابله تاع المسيح شراب الحلوف، واش راح يتعلم في الاسلام وتحاسب عليه الطفل هذا؟ واش بكم يا ناس؟ ناس تعيط لي تقول لي راح ندير طفل مع قوريه، جا كواغط ومنا ما عنديش لو شوا. يا ويلي دير كوا بصح دخلها الاسلام خويا، حاول دخلها الاسلام قنعها، ومن بعد دير معها 10 الا بغيت، حتى ولو دخلت الاسلام وما كتبش ربي وطلقت معاها ما تخافش على ولادك، في ايدي امينه، ما كتبش المكتوب، كل واحد ربي سهل عليه. مرتك راهي مسلمه قوريه مسلمه، وراهي تربي لك في وليدك ويكبر واللي يعرف باباه ويعرف الاسلام. دوك هذا صاحبي مسكين يروح يشوف وليدو خطره في الشهر، وفيه هذاك الخطره في الشهر واش راح يفوت معاه نهار نهار كامل هو معاه؟ واش راح تعلمو؟ تعلمو الاسلام ومنا وما على باليش، راه حي راك فاهم كيف. من بعد كي يدخل لعند يماه، يماه تقول له واش ديت اليوم مع باباك؟ وتقول له بدا يحكي لي ومنا واش حكى لك؟ بدا يحكي لي على الدين وعلى الاسلام، تخاف الطفله تروح تشتكي بيك لابوليس، ها وليدي راه يعلم فيه باباه، ها واش راه يقول عليها، واش راه يقول، وراه يعلمو الاسلام وراه يعلمو كذا وداعش، انا مهابل هنا وتقدر تشتكي بيك ويحرموا عليك افي. مازلت تشوف وليدك مازلت تشوفه تروح تشتكي بيك تقول له ما واش كاين؟ راك فاهمين؟ اصبروا حاجة صبرنا الله غالب. انا ما نديهاش، انا نديها عربيه، انا راسي خشين، انا قررت نديها عربيه، نديها كشروده كيما انا ندي القردون تلبس 44 تاع ما على باليش هنايا هكذا. انا نديها عربيه بنت بلادي، حتى ولو تزوجت وديت الاولاد وطلقت معاها معليش الله غالب، ما كتبش المكتوب الله يسمح، ولادي ما نخافش عليهم، نرقد هاني راهم مع الطفله مسلمه تكبر، يكبروا على الطريقه الاسلاميه كما قال واحد صاحبي، على الطريقه الاسلاميه قال يكبروا لهم مسلمين وما نخافش عليهم. الحمد لله نروح ندير حياتي جهه اخرى، ولا ننتحر ولا ندبر راسي راني حر، المهم ولادي يراهم في ايدي امنه. بصح انت تروح تزوج مع قوريه وندير معها طفل
وبالك ما في وسط طريق نتفارقوا ومن بعد هي تروح تعيش جهه اخرى ونروح جهه اخرى وما على باليش كيفاش راه. اودي الانسان مخو يهبل، خمو شويه على ولادكم، ما تخممش دوكا، خمم شويه على وليدك كي يكبر، يكبر مع قوريه مسيحيه بك وشنو باش تدخل له نتايا الاسلام في راسه وكي يلحق 10 سنين و11 سنه تبدا تعلم الصلاه شحال واعره. والله ما راهي سهله، قسما بالله ما هي سهله. سي بور سا الانسان ما حبش يتزوج مع قوريه جا الصوالح حاله، الدين هو اللي انو اكو فامي خطرة عرفوني بقورية مسلمة عندها بزاف هذه بصح عندها 12 سنة ولا مسلمة بالحجاب ما شاء الله وما كتبش المكتوب ما تزوجناش نورمال. سيد قال لي كاينة قورية واحدة أخرى حبيت تزوج بها نعرفك بها، قلت له كيف هذه؟ قال لي ما ماشي مسلمة أنا، قلت له ما عندي ما ندير بها، واش ندير بها أنا؟ راكم فاهمين؟ واللي راهو مع قورية داير مع الحلال وما بغاش يجي مع الأولاد يا خويا قنعها، مع اللي تقنع و تقنع وتدخل لك الإسلام يا خويا براسك. كي راني نقول لكم هكذا انا مأصبر نهضرها لكم بوجهي، مازال نبت تريكو تاع الالمان، سمع هذا الفيديو درت له ثلاث خطرات فيديو تاع الالمان في نهار واحد ماشي كي راني نقول لكم هكذا انا مانيش شيخ امام شيخ الازهر وشيخ وسمو، انا انسان عادي غادي نقولها لكم في الوجه، انا ماني امام ماني مش منافق، انا ديريكت انا ماني حافظ 60 حزب، ما راني اخينا، ما راني سلفي، ما راني ابن تيميه، ما راني الشيخ ما على باليش واش الشيخ حمو، تعرفوا الشيخ حمو، ما راني الشيخ شميسو، انا انسان عادي كيما انتم كيما انا، خلوي في راسي، بصح هاد الامور خط احمر، نقصروا نضحكوا نلعبوا نروحوا للعراس نشطحوا نسمعوا الغناء انا ما على باليش كاع نغلطوا كاع، بصح انا هاد الامور لا لين روج هذه كيما روسيا مع اوكرانيا، كاين لا لين روج اوكرانيا فاتوا هذيك لا لين روج بومبارديهم، انا هكذاك انا تحقني لا لين روج هذه ما تمسها ليش يا خويا، انا كلش كلش غير هذه ما دلنا ليش ليها هكذا خوتي. بس ما باش نقول لكم من دوك ما تجوش تفتيو، انا ماني مفتي ماني والو، كل واحد يدبر راسو، حاب يتزوج قوريه ودير معاه الكواغط ربي يسهل عليك ودير طفل ديال 10 ربي يسهل عليك، انا عطيتك النصيحه سورتو نتوما اللي جاني راكو جايين جدد في عمركم 24 25 وطلعتوا جدد من البلاد بيان سور 24 25 تلقى قورية تبدا تحلم قورية وكذا والعربية انا بو العرب قالوا لي بزاف هذيك الكلمة تاعنا بو العرب ونزوج قورية بصح بلوطا تلحق واحد 30 و 32 وكش ما دير طفل وتتفارق معاها ثم وين تبدا تتوراسها كي تكون صغير 25 26 شغل تكون حاجة من البلاد فاهم، تلقى قورية تزوج بها ديريكت دير طفل وانايا وقورية وتتزوج زوج قورية كان يكتب ما يكتبش المكتوب وتفارقوا من بعد تبدا تكبر 30 تلعب واحد 30 32 تبدا تقول واش كنت ندير واش درت وليدي ومنا صوف. الا كان قلبك ميت، الا كان قلبك ميت ما على بالك حتى بحاجه يا خويا تقدر دير ربع اولاد معاها وتطلق وتديهم وتروح والله ما على بالك كاع الا كان قلبك ميت هكذا اخوتي. نهضر بزاف ها والله نهضر بزاف فقت الروحيه. تحياتي للجميع وصحة عيدكم مرة ثانية نقول لكم فيها صحة عيدكم هيا تحلوا في روحكم وربي يسهل على كل واحد. انا نعطيكم نصيحة اللي حاب يمشي بها اللهم بارك، اللي ما حبش يمشي بها اللهم بارك، انا خاطيني انا ها ساكودو ساكادو والبيسكلات والى الامام هكذا خوتي هذه آه انا ساكادو والبيسكلات والجي بي اس والى الامام وكل واحد يعيش حياته. نعطيكم النصيحة وصاي بارطاجيت معكم انا واش عشت في الغربة وشاك رايح تقاسي من بعد، وإلا كان قلبك ميت كيما قلت لكم يا خوتي كل واحد ربي سهل عليه. نعرف واحد مغربي عنده 3 أولاد مع مسيحية ومطلق معاها والله ما لابالو بجدها كاع كيفاش راهي تمشي كرة أرضية، قال لي يكبروا يعرفوا ولادي خويا ربي سهل عليه. قلت له أنا واش دخلني فيك ولادك تتحسب عليهم أنا يعني نتحسب عليهم هكذا هاي مازال 30 سكوند نكملوها ل 10 مينيت ونروحوا هكذا هاي تهلاو في روحكم خوتي وسمحونا سمحونا سيرتو لي جرا دوم جايين جدد ردوا بالكم ما تزربوش هكذا ما تخممش في الكواغط خمم شويه في دينك وفي ولادك سيرتو ولادك 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 وحاول تقنع هذه القورية تدخل لك الاسلام كي تشوفها دخلت لك الاسلام كاع وكلش اتكل على الله ودير ربع ولادي الا بغيت. هاي السلام عليكم تشيس.